رحتي بقى بالاعداديه بداتي تفتحي فصول محو اميه وكده، دخلتي ثانوي. قدمت في الثانويه، وبعد كده قلت لازم دول بقى اهم، كل يوم بدهم ساعتين ثلاثه بس، المهم ان انا افهمهم ان انا صح، لان انا مش بخرج كده رايحه يعني ايه بهدر وقتي، او ان انا مثلا واحده فاضيه، او ان انا مثلا وبقى قصرتي في البيت ولا كنتي لا. ماشي؟ الحمد لله والله كنت بصل الليل بالنهار، اقعد مثلا بالليل اشغل الغساله واغسل المواعين واعمل الاكل واحطه في الثلاجه عشان اقعد بقى وانام بقى طبعا لغايه الفجر، واقوم بعد الفجر بقى طبعا اصلي الفجر والاولاد اعمل لهم سندوتشاتهم وامشيهم على المدرسه، وبعد كده ايه ابدا اذاكر بقى لحد الظهر، لو عندي مثلا درس اروحه قبل ما الولاد يجوا وارجع اعمل الغدا واروق البيت. فزوجي لما لقاني ان انا مش مقصره في البيت ما خلاص بقى يعني ايه خلاص قال لك ما شاطرة بقاش دي جدع. ما بيجي ما بيلاقينيش حتى امسك الكتاب قدامه علشان ما حسسوش ان انا في حاجه شغلاني عن البيت او في حاجه شغلاني عنه او كده. فهو بيجي يلاقي البيت نظيف والولاد نظافهم بيذاكروا والاكل جاهز وكل حاجه، ما هو مفيش حاجه يتكلم عليها اصلا. صحيح صح فبس كان على حساب طبعا اعصابي وعلى حساب طبعا، صحتي صحتك وكده وراحتك وكده. وكل حاجات، ما بقت يعني انسى الشارع وانسى اللي قابلني وانسى كل حاجه ايام الدراسه. بس يعني ايه المهم ان اللي كانوا بيقولوا بعد ما شافوا ودوه كتاب جمعتهم وعلمتهم لغايه ما عيوني دخلت الثانويه بقى يعني ايه. شوفي بقى حضرتك انا بذلت جهدي معاهم، اللي بتغيب بقى تروح اجيبها من البيت والله اقول لها لا ما تجيبيش عشان ما تنسيش اللي خدتيه. راحت ده بقى انت بصي ولا ايه، ده المدرسة هايلة دي. والله ده جابوا اللي يجيب 100% واللي يجيب 80% كانوا بص حضرتك نجحوا كام؟ يعني 98% من نسبة النجاح برقابة العميد منير مدير الفرع بتاع الجيزة، جاب مش بتوع الإدارة ده، جاب كمان بتوع الفرع يعني حضرتك اللي بيرقصوا الإدارات المدير بموظفينه، خرجونه وخد المدرسين كلهم من المدرسة بتاع البلد عندنا وراح امتحنوهم كلهم. جيت بشوف النتيجة ألاقي اتنين بس هم اللي راسبين بس، وكان واحدة عندها يعني يعني مشاكل في عينيها. شك في عينيها، او برضه التانية كانت ايه يعني كانت طيب عملتي ايه في الثانوية العامة بقى؟ نفس الموضوع برضه نفس الموضوع، كنت اذاكر برضه. جبتي مجموع كام؟ المجموع بتاعي كان يعني تعرفه كام ده كتير، حوالي يعني 88% 89%. أدبي؟ كتير طبعا. وطبعا ده يعني انا كنت بقتل نفسي والاكل لو الكتب فلسفة ومش كلها عارفة كنت احب ايه الفلسفه او احب وجغرافيا علم النفس وتاريخ، واحب ده واعمل خرايط هم. لنفسي في البيت وايه، خدتيش دروس؟ لا كنت باخد دروس طبعا، كان في كنت باخد دروس في الحاجات اللي هي يعني صعبه عليا. صعبة عليك. وبعدين جبتي بقى مجموع في الثانوية العامة يدخلك الجامعة، قالك بقى ما اتفقناش على كده ولا قالك ايه؟ هو بمجرد ما لقاني نجحت في الاعداديه بس بقى مبسوط ومنبهر، يعني اخواته مثلا بالرغم ان هم كانوا متعلمين في منهم بقى يقول له هي انا كان ليا بيت لوحدي يعني مش في بيت العيله، بس كان اللي يشوفني رايحه امتحن او كده رايحه فين يا جايه منين ايه الاستعباط ده، احنا ما عندناش ستات تروح بعد ما تتجوز. طبعا ده كان بيأثر عليه، بس لما لقاني مش مقصره في البيت مش مقصره في الولاد جبت مجموع حلو في الاعداديه، قال ما حدش لا عندنا حاجه خليها تروح مطرح ما عايزه. جيت في الجامعه بقى يوصلني الله. بالعربيه ولغايه المترو وانا اروح بقى الجامعه، اركب المترو واروح الجامعه. كنت بصحى الساعه 3 الفجر ايام دخلتي الجامعه، جامعة ايه؟ دخلت جامعه القاهره الاعلام كليه اعلام، خلصت ورحت داخله جامعه عين شمس كليه اداب قسم اجتماع جامعه عين شمس تاني قسم اجتماع. لا ثانيه واحده، انت اول كليه دخلتيها كانت ايه؟ اعلام. اعلام القاهره. اعلام القاهره. بعد كده ما حضرت بقى الماجستير، وبعدين رحت حبيت كنت بألف كتب بكتب قصه وشعر وكلام من ده، كتبت عملت اول كتاب رحت مراهقه الشعر الابيض. ده مجموعه قصصيه اديتها للدكتور مصطفى مرتضى عميد كليه الاداب في جامعه عين شمس. بقى منبهر بيا، خد الكتب في كتب في التحليل الاجتماعي، مقالات في التحليل ما معنى الحب، في كتب تانية تأليف أم كلثوم البدوي، في كتب تانية كتير في الشنطة بس ما ادانيش فرصة الأستاذة واخدها. معلش واخدة اهو دي بعد الشهادات بقى وكده، طبعا في شهادات كتير عندي في البيت شهادات تقدير. طيب ده من نادي مجلس الوزراء، ده ملتقى الصف الثقافي بنادي مجلس طب الوزراء. قولي لي بقى، يعني انت خلصتي خدتي الليسانس في كتاب تاني حضرتك اهوت ديوان شعر، زمن الغرابة. ده ديوان شعر شعر وشعر وقصة ومقالات وتحليل وكل اجتماعي. حاجة.
تكتبي في كل حاجه. طب قولي لي ده انت، ما هو انت واحده بتثمني العلم من وانت عندك 7 سنين. فده التطور الطبيعي. خلصتي تعليمك وانت عندك 45 سنه؟ خلصتي ايه بقى؟ خدتي دكتوراه فعلا؟ خدت شهاده الشهادات. احكي لي بقى عملتيها ازاي وجوزك عمل ايه؟ ده فرحان بيكي بقى؟ الشهادات كلها على فكره في الشنطه. احنا معانا صور وانت بتناقشي الدكتوراه، تنزل كده واحنا بنتكلم في الشنطه على فكره. شهاده الدكتوراه وشهاده الماجستير وشهاده الكلام ده كله.